مثل ما شايفين بإيدي في ثمرة مقطوفة عن شجرة. حكينا عن شجرة الحياة، بس أقولكن ليش منحط الثمار على الشجرة؟ وليش كتير من الناس بيفكروا أنه الثمار يعني تفاح؟ أكيد القصة منا شجرة تفاح ولا شجرة يمكن ليمون ولا أي نوع من الأشجار، إنما هي شجرة معرفة الخير والشر، والثمار هي أعمالنا الصالحة. أثمروا، بيقول مار يوحنا المعمدان، أثمروا ثمراً يليق بالتوبة. ثمراً يليق بالتوبة. ما بدنا ننسى أخوتي إنه الثمار هي عبارة عن أعمالنا الصالحة، ومشان هيك على شجرة الحياة بحياتنا لازم نتذكر إنه نعطي ثمار، وثمار حي، ثمار طيبة. مشان هيك مرات منقول ليكو هالزلمة شو طيب، ليكو هالطفل شو طيب، ليكو عيونه فيها طيبة. هيدي الطيب أول شيء حتى نذكر بالثمار، تاني شيء تنذكر إنه أعمالنا، نظرتنا، أفكارنا، أقوالنا لازم تكون عم تعطي ثمار بتليق بدعوتنا. وبدي ذكر كمان إنه الثمار أو الطابة أو يمكن البول مثل ما منسميها منا الكرة الأرضية. يعني إذا في فكرة هيك تداولوها بعض الأشخاص تيقولوا بترمز للكرة الأرضية، الكرة الأرضية ما منعلقها على الشجرة، وبدنا ننتبه منعلق على الشجرة الثمار. وبما أنه الشجرة بترمز لإلك ولإلي، لإلنا، لجسدنا، لجسمنا، فإذا الثمار على الشجرة بتذكرني بالثمار اللي أنا مفترض أعطيها بأدائي اليومي وبعملي الرسولي. إن شاء الله هالثمار أخوتي تكون ثمار طيبة، لأنه هيك بنكون عم نأكد على أنه المسيحي لازم يكون طيب المذاق. الله معكم.